اولا كل واحد عنده مصلحه شخصيه باش يقاد الامور ديالو اولا وثانيا انا واحد من الناس اللي ضد البراني البراني اللي جراو عليه من المحمديه ما عنده ما يجي يدير عندنا في بني خلف والسلام عليكم احداث مجموعه جماعات ترابيه تعنى بجمع النفايات المنزليه والنفايات المشابهه لها ونظافه العاصمه على الله يجعلوا شي صهيوني يسمع ليا ما تجيني الشركه تجيني عصابه اسمع ليا تجيني عصابه اسمع ليا نوافق عليها شوف معكم الشركه مرحبا يعني عندنا تدبير المفوض الجماعه ديال بني خلف في اطار كما كيقول التدبير المفوض ان الجماعه ديال بني خلف الميزانيه ديالها ما كتكفيهاش انها غادي تخلص هذه الشركه ولذلك ارتحل السيد العامل ان هذه مجموعه الجماعات كاملين ديال سيدي موسى المجدوب والشلالات وبني خلف بما ان الفقر ديالها ما قداش غادي تعطي واحد النسبه وان العمل ديال المحمديه هي اللي مكلفه بها هذه المجموعه ديال الجماعات ديال جمع النفايات احداث مجموعه جمع ترابيه تعنى بجمع النفايات المنزليه والنفايات المشابهه لها ونظافه الازقه والمساحات اللي اذا ما نبقاوش نقضيو الشمس في الغربان هذه مجموعه الجماعات اللي غادي تدير الشركه الى جينا نقولوا ولا نقضيو الشمس في الغربان كما كيقولوا ان التدبير المفوض ان التدبير المفوض المحمديه كما عرفوا ان الشركه الاهلي كاينه في محمديه راها كتخلص بخمسه ديال المليار في المليار في العام وبني خلف يلاه عاد زوج ديال المليار يعني ان الشركه ديال الزمن ديال بني ديال المحمديه اغنى من جماعه ديال بني خلف ولذلك ارتأى السيد العامل ان غادي تحدث هذه المجموعه ديال الجماعات ولذلك كنقولوا للطرف الاخر انهم ما يضلوش الشمس بالغربال الا كنا تابعين واحد السيد من اكس اللي جا من المحمديه اللي كيدوز على الدار ديالو الصباح وفي المساء وفي اي وقت انه قدام داره منقي وجاي لابني خلف انه باش يزبلها والغريب في الامر ان الناس اللي تعطاتهم المسؤوليه والناس اللي صوتوا على هاد الناس يعني هما اللي خاصهم يحاسبوهم لان على الكتاب ديالنا واحد العبء اللي هو كثير حنا دخلنا اليوم باش نخدموا المواطنين والهم ديالنا في بني خلف وهو الزبل الا كانت مجموعه ديال الجماعات غادي تدخل وغادي تفكنا من هاد الزبل هذا اذا هاد الاعوان العرضيين وهاد الخدمه اللي غتبقى عندنا حنا في الجماعه اننا غادي نقابلوا بها المساحات الخضراء غادي نشوفوا بها التيرانات غادي نشوفوا بالميزانيات ديالهم شي حوايج اخرى اللي غادي تنفع المواطنين يعني اننا نهار دخلنا عند أننا ملي دخلنا عند المواطنين وهازين الشارات ديال الاحزاب وكنقولوا لهم صوتوا علينا ماشي كنقول لهم صوتوا عليا من انني غنمشي للمعارضه ولا المعارضه من اجل المعارضه اي واحد خدخل عندك وغتقول غنمشي للمعارضه غادي يجري عليك بالحجر ولا ديالك كنقول انني ما ندخلش عند الساكنه بوجه وملي كندخل كيسيطر عليا اي واحد انا كون كان هذا ديال الاغلبيه ما غاديش نتصوت راه ما تسوقش لسعيد رفيق وغادي نمشي مع الاغلبيه الصالح الساكنه ولكن ما نبقاوش نضربوا الشمس بالغربان وهمنا الواحد كما كنقولوا هو الساكنه ديال بني خلف وكان امالنا ان نشوفوا الساكنه ديال بني خلف والاصدقاء ديالها والشوارع ديالها بدون زبل ولكن لا حياة لمن تنادي لا حياة لمن تنادي ونقول في الأخير حسبنا الله ونعم الوكيل الرأي ديال مازال أحد المستشارين من فريق ديال الرئيس لا زالوا مستمرون في المغالطات ديالهم اللي كيتكلموا على النفايات ما جابوش لينا نقطة لتدبير المفوض أي يعني جابوا واحد الكاي تشارج دفتر تحملات لواحد الشركه ويعرضوه علينا في المجلس هذا الشيء وقع في اكتوبر كان بغى يجيب واحد الكاي تشارج ولكن عرضوه على اللجنه المختصه ديالو الرئيس عرضوه على اللجنه المختصه
ورفضته لدواعي هذا دفتر التحملات مكتوب بالفرنسية. وحنا عارفين بأن دفاتر التحملات كيكون الشيطان يكمن في التفاصيل أو ما بين السطور. اليوم جاب واحد النقطة اللي هي ديال الجروب مو، إنشاء وإحداث مجموعة، إحداث مجموعة جماعات غادي تجمع اتفاقية فيها اللويزية بني خلف وسيدي موسى جو سيدي موسى. اسمح لي وخلي تكمل، انا يجيبوا لي مجموعة من اسرائيل، خلي تكمل هضرت معاك. جابوا نقطة فيها إحداث مجموعة جماعات، وهذه إحداث مجموعة جماعات بغاو يسوديو بني خلف مع جماعات اللي هي البي جي ديالها ضعيف، جماعة ديال سيدي موسى بن علي أو سيدي موسى المجدوب المداخيل ديالها أقل بكثير من المحمدية وأقل بكثير من شلالات أو عين حرودة، وغنجي وغادي نسوديوهم. احنا اليوم خصنا شركة لتدبير النفايات، خصو يجيب نقطة باش يعرضها على المجلس من أجل شركة لتدبير النفايات. هاد النقطة فايت سبق الإجابة ورفضتها اللجنة ديالو بداعي أن دفتر التحملات بالفرنسية، واللي كيترأس هذه اللجنة هو السي رشيد عوينتي اللي هو من حزب الاستقلال مع السيد الرئيس. ولهذا باش ما يغلطوش بعض الجمعيات ويقول لهم كاين رفض ديال شركة أو ما شركة، ما تعرضتش علينا أي شركة في سنة ونصف كاملة ما تعرضش علينا. وهذا المكتب المسير هو مكتب فاشل تم تنصيبه مع الوحدات الليل ولا مع الجوج ديال الليل، وهذه راه ماشي خدمه تنصيب ديال المجالس، هذه راه خدمه فرق شيء. الله يعاونكم. شكرا.